ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن داود قصيدة ملتهبة يصف فيها آلام بني وطنه ويستمد فيها الغوث والعون من الله ونبيه، فضبطت معه في ثغر أدرة وأرسلت إلى البلاط مع ترجمتها القشتالية. وإليك ملخص ما ورد في هذه القصيدة التي تعتبر كأنها صرخة ألم أخيرة لشعب شهيد. تفتتح القصيدة بحمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته وخضوع جميع الناس والأشياء لحكمه، ثم يقول: أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة، وهي تلك الأمة العظيمة التي غدت اليوم ضعيفة مهيضة يحيط بها الكفرة من كل صوب، وأضحى أبناؤها كالأغنام الذين لا راعي لهم، وفي كل يوم نسام سوء العذاب ولا حيلة لنا سوى المصانعة حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهى. وقد حكموا فينا اليهود الذين لا عهد لهم ولا ذمة، وفي كل يوم يبحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة، ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعلى عبادة الصور وهي مسخ لله الواحد القهار، ولا يجرأ أحد على التذمر أو الكلام. وإذا ما قرع الناقوس ألقى القس عظته بصوت أجش وفيها يشيد بالنبيذ ولحم الخنزير، ثم تنحني الجماعة أمام الأوثان دون حياء أو خجل، ومن عبد الله بلغته قضي عليه بالهلاك، ومن ضبط ألقي إلى السجن وعذب ليل نهار حتى يرضخ لباطلهم. ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق عليهم من التسجيل والتفتيش وغيرها، وما يفرض عليهم من الضرائب الفادحة، وكيف تؤدى عن الحي والميت والكبير والصغير والغني والفقير، وكيف يرهقهم القضاة الظلمة ولا يفلت من ظلمهم كائن، وكيف يلقى بهم في غياهب السجن يرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب، وكيف تهشم أوصال الفرائس ثم تحمل إلى الميدان لتحرق أمام الجمع الحاشد، وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم تكديسا ويسومهم الخسف أصاغر النصارى، وكل منهم يتفنن في ضروب الاضطهاد. ثم يقول: ولقد علقوا يوم العيد، عيد سقوط غرناطة، في ميدان باب البنود قانونا جديدا، وأخذوا يدهمون الناس في نومهم ويفتحون كل باب، يزمعون تجريدنا من ثيابنا وقديم عاداتنا، ويمزقون الثياب ويحطمون الحمامات، ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان نستغيث بالله معتمدين على ثواب الآخرة. ولقد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم وأن نقصد وجه الله، فهو الذي يرحمنا في نهاية الأمر. ضبط في نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعماء البيازين إلى رؤساء المغرب وإخوانهم في الدين، وكان هذا الخطاب واحدا من كتب عديدة وجهت خفية إلى أمراء الثغور في المغرب يطلبون إليهم الغوث والعون. فحمل الكتاب إلى حاكم غرناطة، وفيه يناشد كاتبه إخوانه بالمغرب ويستحلفهم الغوث بحق روابط الدين والدم، ويصف ما قرره النصارى من إرغامهم على ترك اللغة، وتركها فقد للشريعة
وكشف الوجوه الحية المحتشمة وفتح الأبواب وما أنزل بهم من محن السجن والأسر ونهب الأملاك، ويطلب في النهاية إليهم أن يبلغوا استغاثتهم إلى سلطان المشرق قاهر أعدائه، ثم يقول: لقد غمرتنا الهموم وأعداؤنا يحيطون بنا إحاطة النار المهلكة، إن مصائبنا لأعظم من أن تحتمل، ولقد كتبنا اليوم الأمل إليكم في ليال تفيض بالعذاب والدمع، وفي قلوبنا قبس من الأمل إذ كانت ثمة بقية من الأمل في أعماق الروح المعذب. ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية، فلم يلبي داعي الغوث سوى جماعة من المتطوعين الذين نفذوا سرا إلى إخوانهم في البشرات، ومنهم كثيرون من البحارة المجاهدين الذين كانوا حربا عوانا على الثغور والسفن الإسبانية في ذلك العصر. أورد مارمول أيضا ترجمة قشتالية كاملة لهذا الخطاب ولهذه القصيدة، ومنهما لخصنا ما تقدم. من كتاب دولة الإسلام في الأندلس للدكتور محمد عبد الله عنان، قرأته لكم الدكتورة إيمان الطحاوي. شكرا لكم وإلى لقاء.